بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على كل اللي بيشوفونا. حلقة جديدة من هالة خاصة على قناة النهار. لما ربنا بيختبر حد بمرض أو ظروف صعبة، رد فعل الناس بيبقى مختلف. يعني في اللي ما بيقدرش يصبر، لأن صعوبة المرض بتخليه يفقد أعصابه ويتعب، وفي اللي بيصبر بس بيفضل واقف مكانه ويقول أنا هعمل إيه، مفيش في إيدي حاجة أعملها، وبيسلم أمره ربنا. أما النوع الثالث فهو اللي بيصبر بس بيسعى وبيحاول علشان يرفع البلاء عنه ويعدي ظروفه الصعبة اللي ممكن إنها تقعد شهور وسنين، بس وقت ما بيوصل للبر التاني وبيبص وراه بيحس بالإنجاز اللي حققه. معانا النهاردة الدكتورة عبير فتحي، سيدة مصرية أصيلة، ابنها كان بيعاني من التوحد وهي ما قررتش إنها تستسلم وتتعايش مع الحالة، بالعكس عملت دكتوراه في التوحد وماجستير في التخاطب واضطرابات النطق، وفضلت تتعلم وتحاول مع ابنها لحد ما الحالة حققت تقدم كبير وربنا كرمه. مساء الخير يا دكتورة. مساء الخير يا محمد. مساء الخير. ازيك يا حبيبي؟ سيد. الحمد لله كويس. ده سيد قمر. جميل. ربنا يخليهولك يا رب. قولي لي يا حبيبتي، انت حضرتي مؤتمر كان في الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال لك ايه بقى وقلت له ايه وشجعك ازاي؟ وفي الحقيقه هو بيحب اولادنا جدا ومديهم اهتمام كبير قوي. أيوة. ونصفهم نصفه جامده قوي بقانون الاعاقه الجديد طبعا، ودايما دايما بيجبر خاطرهم وبيجي يحضر معاهم الحفلات، ووعدهم ان هو هيحضر معاهم كل حفله ونفذ وعده، فلما شافه فرح بيه جدا وقال له ربنا يوفقك يا سيد، ودايما انا عايزك السنه الجايه اشوفك احسن من كده واشوفك احسن واحد في الدنيا. طيب هل حقق انجازات في السنه اللي فاتت من بعد المؤتمر؟ حقق طبعا، حقق كتير. يعني عمل إيه؟ هو السنه بتاعت المؤتمر دي كانت اول سنه يدخل فيها، يعني يبقى اول طالب احتياجات خاصه من ذوي الهمم يدخل المعهد العالي للسينما. ما شاء الله. وزميل يا سيد يعني. ودخل قسم انيميشن رسوم متحركه. هو بيشتغل على برنامج الفلاش، بيعمل رسوم متحركه، برامج فيديو تعديل سلوك للاطفال، الاعاقه الذهنيه والتوحد، وعمل قصه بالكرتون عن توعيه ضد التحرش الجنسي. ما شاء الله. ودخل بيها باسم مصر في المهرجان السينمائي الدولي الاول لفنون ذوي القدرات الخاصه. ايوه. وجاب فيها مركز تاني واخد شهاده تقدير وميداليه فضه، ودي اللي هي اللي اهداها لسياده الرئيس في فخامه الرئيس في الحفله، اللي قالوا ان انا بهديك وبهدي مصر كلها حاجه، ان اول حد من الاحتياجات الخاصه يقدر بفضل الله يعني ان هو يوصل للمستوى ده ويحقق الانجاز ده. طب قولي لي يا دكتوره عبير، سيده ولد ولاده طبيعيه، ازاي حضرتك لاحظتي انه من ذوي الاحتياجات الخاصه؟ طبعا لاني لقيت نفسي قدام حاله غريبه من نوعها، مش زي الاطفال خالص. معروف ان الطفل في السن الصغير ده من سن قد ايه مثلا عشان برضو ندي خبره للناس؟ لا، من اول، بصي، هو في الاسبوع الاولاني من ولادته كان طفل طبيعي خالص وما فيش اي مشاكل، ما تلاحظيش اي حاجه عليه. ايوه. بعد كده لما رحنا المستشفى وعملوا له كان بيغير على جرح هناك، فعملوا له بيستخدموا ادوات ملوثه، فعمل له ميكروب تيتانوس، فعملت له درجة حرارة عالية وصلت حرارته 48 درجة. ياه. فده اللي عمل له الدروب، عمل له ضمور في مركز الحركة والكلام، فبقى بعدها أصبح طفل يعني زي الوسادة كده لما تسيبيها نايم على السرير ما بيعملش أي حاجة، عامل إيده كده بس، فيش أي استجابة لأي صوت لأي حاجة، ما بيعملش إيده كده زي الأطفال، ما بيحركش إيديه ولا رجليه، ما بيديش أي استجابة لأي حاجة خالص. ممكن يبقى عامل عينين كده باصص، هو مش شايفك ولا سامعك ولا حاسس باي حاجه خالص. يعني يمكن من وهو عنده شهر تقريبا كنا يعني متخيلين ان هو فاقد البصر او فاقد السمع.
فعملنا التحاليل اللازمه وديناه وديته معهد السمع والكلام وعملنا كل الفحوصات، فقالوا لا هو سمعه كويس جدا، ولا سمعه بيشوف كويس جدا وبيسمع كويس جدا، بس هو في مشكله احنا مش عارفينها، لان طبعا احنا سنه 99 دي ما كانش حد يعرف يعني ايه توحد. أيوة. كانت حاجه جديده بالنسبه لمصر، يعني ما كانش فيش اي حد هيفهمها ولا يعرف ان ده ان الاضطرابات دي او السمات الغير طبيعيه دي علشان هو عنده برضو لما تعملي اي صوت جنبه ما بيستجبش، يعني بتحسي ان هو مش زي اي طفل بيتخض بيتحرك، لو ولعتي نور في عينيه مثلا يعمل، لا ما كانش فيه اي استجابه خالص. بس ربنا سبحانه وتعالى كبير انه كرمه الحمد لحد لله ما وصل للمكانه اللي هو طبعا فيها، فضل ربنا وطبعا الحمد لله. فوق ده كله كرمه بام زيك، يعني ربنا مكافحه يخليكي. ودرست علشان حاله ابنها. كان لازم ادرس لان انا لقيت نفسي قدام حاله مش عارفه اتعامل معاها. ايوه. يعني كان عنده سنه ونص على طول بيعيط، فانا مش عارفه هو بيعيط عشان ايه، هو بيعبر عن احتياجاته بالبكاء ونوبات الغضب والعصبيه، هو جعان مش عارف يقول انا جعان، عايز ايوه يشرب حبيبي. مش عارف يقول انا عايز اشرب، فكان بيتصرف تصرفات غريبه، يعني لما اكون مثلا لو عايز ياكل يروح لحد المطبخ ويشد طبق يوقعه عشان يفهمني ان هو عايز ياكل، عايز يشرب يشد ازازه، او ممكن كان يخبي ازازه طب ده علشان ذكاء على فكرة كل ما يبقى عايز يشرب يروح جاي مطلع لي الازازه موريهاني يا فاعرف ان هو حبيبي، عايز يشرب. ايه الحلاوة دي؟ فحتى لما برضه لما يكون عايز يدخل التويليت كان يزق يمشي لحد الحمام ويقعد يخبط كده على باب ما شاء الحمام عشان الله. انا افهم ان هو عايز يعمل تويليت، ما هو شايفه انتي حاله غريبه مش عارفه اتعامل، فانا مش فاهمه دي ايه. فبدات ادخل على المواقع الاجنبيه واسال في مراكز الدراسه، فعرفت حاجه قالوا لي ان انت كأم او كولي امر او كمواطن عادي لما اروح اي مركز او اي مكان اقول له انا عايزه حاجه اساعد بيها ابني مش هيرضى، لان كده هيعتبر ان انا باخد شغله، ان انا هاخد يعني لازم بيعتقد هو يروح المركز. لازم بالظبط كده. فلكن لما ابقى باحثه طالبه في الجامعه وابقى باحثه فمن حقي ان انا ادخل على اي داتابيز طبعا على اكاديميه البحث العلمي على اي مكان واقدر اجيب اي حاجه في الدنيا، فهو ده اللي ساعدني ده صورة سيد مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. في الحفله. ايوه هو اللي على الشمال ده ايه الحلاوة دي يا سيد؟ كان عامل دور صياد في استعراض الاسكندراني اللي هو اتقدم في الحفله دي. قولي يا سيد، سيادة الرئيس قال لك ايه بقى؟ هو انا قلت له حضرتك يا ريس اللي انا دخلت معهد العالي للسينما قسم رسوم متحركه، قال لي مبروك يا حبيبي وربنا يوفقك. طبعا كنت مبسوط جدا. ده طبعا كنت سعيد، لان احنا بصراحه هو اب، انا معتبره انا وكل اخواتي وكلنا معتبرينه اب لينا، يعني طبعا هو اب لمصر كلها. لان هو فعلا يستحق اللي هو يكون حاكم لبلدنا، والله ده بجد يستحق كده. طب قولي لي بقى، يعني ام غيرك كانت استسهلت وكانت بدات تتعامل معاه على اساس ان هو زي ما حضرتك بتقولي بيشاور لها لما يعوز ياكل او لما يعوز يشرب او لما يعني، وما درستش، بس انت كافحتي ودرستي. هو سيد عنده اخوات تانيين؟ عنده اخته بنت عندها 12 سنة. ما شاء الله، ربنا يخليها لك يا رب. بس سنة الحمد رابعة لله. السنة دي. وبتتعامل بقى مع سيد ازاي؟ دي عايزة اقول لك بتحبه حب فوق العادي، وهي اللي بتساعده، يعني هي اللي بتلمع له الشوز، وهي اللي بتعمل يا لبسه قلبي. الجزمة، وهي اللي بتلبسه بتعمل له الكرافتة، وهي اللي بتكوي له القميص وبتعمل له كل حاجة. اسمها ايه؟ سلمى. يا سلمى احنا بنبعت لك سلام وببعت لك بوسة يا حبيبتي، ربنا يخليكي لسيد ويخلي لك سيد وماما يا هي رب. احلى سلمى في الدنيا. طبعا طبعا. طيب قولي لي، انت كنت فتره الدراسه بتاعتك دي كانت فتره صعبه طبعا. طبعا كنت ازاي بتراعي سيد وبتدرسي والبيت عايزه اقول لك على حاجه. لا هو البيت، هو انا عايزه اوضح لك معلومه ان انا اصلا منفصل عن بابا سيد، وهو سايبه وهو عنده سنه ونص ما اعرفش عنه حاجه خالص تقريبا، فكنا انا وسيد لوحدينا عايشين حياتنا لوحدينا، فده يعني ده كان برضو ده على قد ما هو كان أكثر. سبب صعب بس كان سبب كبير ساعدني في ان انا اقدر اتفرغ لسيد وان انا اقدر امشي معاه. يعني سيد كان معايا على طول ما بيفرقنيش خالص، يعني سيد اول طفل ياخد تصريح من رئيس الجامعه ان هو يدخل الجامعه. كان بيحضر معايا المحاضرات وكان بيمشي معايا كل حاجه. عايز اقول انا كمان دخلت تحدي كبير معاه، لان انا اول ما وديته للدكتوره وده من ضمن الحاجات للاسف يعني السلبيه، ان في بعض الدكاتره
تدي حاله ياس، يعني قالت لي ده انا عايزاكي تبقي مؤمنه بالله وبقدره وتصبري ان تجهزي له بقى كرسي، عشان ده هيطلع ولد قاعد على كرسي ما بيتحركش وما بيتكلمش. يعني حتى ما حاولتش معاه؟ لا 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 خالص. وعايزاكي ترضي بقضاء ربنا بقى وتساعدي. طبعا انا دخلت الكلام ده من ودني دي وطلعتها من الناحيه الثانيه، عشان كان عندك ايمان حاجة قوي بالله ان السيد هيبقى حاجه كبيره. اكيد. ولا ما عنديش ان انا ما اقدرش ابني حياتي على ان انا خلاص هو هيقعد كده يقعد كده، لا يعني ضميري هيتعبني ان انا طبعا. لا انا اعمل اللي اقدر عليه، هو طلع كده خلاص دي حاجه بتاعت ربنا، بس انا اعمل اللي اقدر عليه. ودخلت تحدي كبير مع الناس كلها، حتى مع اقرب الناس ليا ومع عائلتي، ان هم كانوا بيلوموني لوم شديد جدا ان انا ليه دخلته مركز وليه بدفع له مبلغ زي ده كل شهر، يعني ليه انت بتعملي ايه؟ قلت لهم انا مش مهم، انا معاه لاخر نفس في حياتي، جاب نتيجه جاب ما جابش خلاص، بس ابقى انا نفسيا مرتاحه ان انا قضيت هو اللي ده دور عليا. الام الحقيقي بالظبط، عملت دوري طبعا. يعني ان انا ضميري يبقى مرتاح ان انا عملت له اقصى ما في وسعي اللي اقدر اعمله له. والحمد لله ربنا نصفني يعني الحمد لله، الحمد وبقى لله احسن واحد في الدنيا، طبعا. وبقى كله دلوقتي بيتمنى ان هو يكون ابنه. سيد قول لي بقى ايه كم الميداليات دي؟ هو معظمهم حضرتك للسباحه والفروسيه والالعاب الكون. انت بتمارس كمان فروسيه؟ ما هو ده، ما هو انا دلوقتي ليا حلمي الكبير اللي انا اخد بطوله العالم ان شاء الله ما شاء الله في الثلاثه، في السباحه والفروسيه والتنس الارضي. فدلوقتي اعمل مكافح واعمل اقصى مجهود عندي عشان اوصل للمستوى اللي يأهلني ان انا اسافر بره وارجع لكم باذن الله ان شاء الله وترجع لنا منصور باذن الله. مع دراستك بتروح تمريناتك وبتواظب على تمريناتك، بتلاقي وقت ان انت تعمل ده كله؟ يا جماعه يعني انا قدام معجزه بصراحه، انه مع دراسته وتفوقه في الدراسه واخد جوائز في الفيلم اللي عمله، لكن كمان تمريناته وعنده طموح كبير قوي انه يوصل لبطولة العالم. فده احنا بنحييك يا سيد كمان. والله على بس طموحك انا ده. عايز اقول لحضرتك يعني اتفضل. اكتر الناس بصراحه في المعهد عندي الناس بشكرهم هو دكتور اشرف زكي طبعا، لان هو أم لينا يعني هو الوحيد طبعا اللي نزل من مكتبه مخصوص عشان يروح لدكتور محسن علشان يرضى اللي هو اللي انا اتقبل في المعهد. والدكتور طبعا عبد العليم يعني، والدكتوره الدكتوره ليلى دي بقى اكتر واحده بصراحه اللي وقفت جنبي برضو في كل الظروف الصعبه، يعني هي اللي شجعتني وخلتني ازاي اللي انا اعرف اتعامل مع الدراسه. يعني اصل يا سيد عايزه اقول لك حاجه، انت بتدي امل لكل الناس ان اللي عنده هدف وعنده حلم حقيقي لازم يوصل له، يعني ما يقعدش ساكت ويقول خلاص بقى زي ما ماما بتقول، ما يستسلمش كان ابدا. ممكن وده اللي انا تستسلم لقدر ربنا اهو، لكن هي كافحت كافحت لحد ما انت بقيت ان شاء الله تبقى بطل العالم في كل اللي طب انت نفسك في ايه يا سيد؟ نفسك في ايه تحققه؟ هو انا دلوقتي حاليا نفسي ان شاء الله بعد لما اخلص كليتي الاقي شركه كمبيوتر كبيره تتعاطف معايا يعني واشتغل. مش تتعاطف، دي تتشرف. لا ما هو ان انت تبقى فيها، انا بكلمك جد. للاسف الواقع غير كده، للاسف. لا. ان هو لما بيجي حتى ياخد كورس يعني كورس انيميشن محترف او كده، مجرد ان هو بيسمعوا ان هو سبيشال نيدز بيرفضوا ان هم حتى يعلموه. فدي مشكله للاسف، لازلنا في واقع مختلف. طب يعني هنا انا بعلمه، مكان ممكن يتعلم فيه؟ لا لا انا بعلمه، باخد كورس، انا اللي باخد الكورس. انت اللي بتاخدي الكورس وبعدين الاول انا اقعد اعلمه له. عشان انا كده بحييكي والله، والله انا بحييكي جدا. ميرسي. ربنا يجازيكي كل خير. طبعا مفيش ام بتتاخر عن خدمه ابنها طبعا. او ولادها عموما يعني، بس انت انا حاسه ان انت ربنا يقويكي، يعني حمل تقيل عليكي. الحمد لله. بس انا مجرد بس ما اشوفه ناجح، بصي لا انا مجرد ما شفته واقف على رجليه بس نسيت كل حاجه خلاص. يعني ربنا يكرمك. مجرد انا سمعت صوته وشفته واقف على رجليه دي بالدنيا كلها. انا يعني كنت بعيط وبقول للدكتور اطفال نفسي بس اسمع صوته. كان يعني هو اتكلم وهو عنده تقريبا 11 سنه. فبقول له نفسي اسمع صوته، هيتكلم فعلا ولا ايه يعني؟ وهو اتكلم اهو بقى. فقال لي لا بكره هتقولي حط بلاستر خلاص، هو مش هتعرفي تسكتيه. حبيبي ربنا يخليه لك ويخليك. وعايز اقول لك في كمان حاجه جميله جدا هو عملها في الاخر. انا طبعا انا بحكم ان انا يعني دكتوره في التوحد، فبحضر مؤتمرات وبقدم ابحاث في الحاجات. ففي اخر مؤتمر بتاع نيورو سايكولوجي اللي هو العلاج بالفن لذوي الاحتياجات الخاصه،
هو دخل معايا فيه وقدم بحث عن العلاج بالرسوم المتحركه لاطفال التوحد. الله. وقدم برامج فيديوهات يعني قصيره كده مدتها لا تتعدى 30 ثانيه عن تعديل السلوك للاطفال التوحد والاعاقه الذهنيه، زي مثلا ما نلعبش كوره في الشارع عشان العربيه ما تخبطناش، ما نعديش زي الشارع زي ما كنا بنعمل في بوكي وطمطم يا سيد، فاكر بوكي وطمطم؟ كنت بتتفرج عليها؟ بس هو طبعا يعني ربنا يبارك. وعرضه فعلا في المؤتمر واخذ عليه الدرع ده اللي هو عايز اوديها طبعا اب الفريق بتاعنا كله كابتن حسن ومستر جورج، لان هما الاثنين بصراحه عملوا معانا مجهود محدش في الدنيا قدر يعمله. طب اشرح كابتن حسن بيعمل ايه هو كابتن حسن ده حضرتك هو الوحيد بصراحه اللي قدر يوصلنا للبطوله بتاعه الجمهوريه وبطوله التميز كمان، يعني من اول يوم بدا معانا فيه عمل معانا شغل كبير جدا يعني. احنا بنحيي طبعا كابتن حسن، فانا مشكور والله من قلبي، وما اقول له هو شمالي او شايفني دلوقتي ما احب اقول لك يا كابتن حسن ان شاء الله مشيئه الله انا وزمايلي باذن الله، بالنسبه لنا احنا مفيش اي حاجه اسمها مستحيل، وهناخد باذن الله بطوله العالم للسباحه، ونخليك تكون فخور بينا ونخلي كمان بس دي. بعد ما تاخد بطوله العالم ان شاء الله ونيجي نستضيفك اكيد هكافئ، هتجنن ان شاء الله. اوعى بقى تتنك علينا بقى ولا بتاع. وحي كمان مستر جورج ده بقى مكتشف المواهب، هو اللي علمه الطبله وخلاه عازف طبله، واخد الدرع ده في مركز اول طبله على مستوى الجمهوريه ايقاع. ما شاء الله. انا طبعا سعيده جدا بالقعده معاكم، مش عايزه اسيبكم ولا عايزه اسيب سيد، بس احنا وقتنا بيحكمنا. بحييكي جدا دكتور عبير فعلا يعني، وبقول لك الى الامام دايما، ويا ريت كل ام يبقى عندها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصه تكافح وتنكش كده على الحاجات علشان هي اللي تتولاه بنفسها، لان مفيش احن على الطفل من امه. بس انا كمان مشكور الاثنين يا طنط من المسلمين احبهم. طبعا طنط رانيا فريد شوقي دي بالنسبه لنا احنا بقى مجرد اخت وصديقه حبيبي، وكمان عندي رانيا ملكه الجمال برضه اكيد حضرتك سمعتوا عنها، بس طبعا. هي بصراحه يعني الاثنين دول والله ناس فوق الوصف يعني، فانا بجد مشكورهم، واحب اقول لهم ان شاء الله باذن الله قريب قوي هتفخروا بيا وبكل اخواتي وتشوفونا ابطال العالم باذن مصر الله. كلها هتفخر بيك يا سعيد ان شاء الله ربنا. بس انا ليا طلب عند سياده الرئيس، يعني انا اتمنى والله ان هو يفتح لنا ان شاء الله فرصه عمل عنده في مؤسسه الرئاسه، لان دي اكتر حاجه انا نفسي اعملها بصراحه. احنا وراك يا سيد، والبرنامج هينادي بده طبعا جدا. طيب ما انت شرفتوني وانستوني واحنا بنفخر بيكي جدا والله. حطيت رجلك على اول الطريق، هو دلوقتي دخل لجنه ذوي الهمم في وزاره الشباب والرياضه، تمام، وعضو في نادي التنميه المستدامه في برنامج التنميه المستدامه، ده كل ده تبع مؤسسه الرئاسه يا سيد. طبعا الحمد لله. طبعا ميرسي ميرسي ميرسي، نورتينا يا دكتوره ونورتنا يا سيد، ان شاء الله منتظرينك وانت جايب بطوله العالم ان شاء الله باذن الله. فاصل ونرجع نكمل فقراتنا. المية مهمة جدا لكل مخلوق على وجه الأرض، لكن للأسف لسه لغاية دلوقتي في ناس ما عندهاش مية. يقول صلى الله عليه وسلم: من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرا من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. وسيدنا ابن عباس لما سئل أي الصدقة أفضل قال الماء. كمان توصيل المية من أسباب تكفير الذنوب للعبد، قال الصالحون: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني الخير ده بيبقى غريزة في كل واحد بيتولد بيها. في مننا طبعا اللي بيكتفي بالخير في محيط حياته، وفي تاني اللي بيحاول ينشر الخير في كل مكان ويحاول يوصل لكل محتاج. تخيلوا بقى ان في ناس محتاجة المية، فضل توصيلها هيكون ايه؟ هنعرف ده مع ضيفي العزيز اللي منورنا النهاردة دكتور عبد الغني سليم من علماء وزارة الأوقاف. أهلا بك يا مولانا. أهلا بحضرتك يا أستاذة هلا.
قول لي بقى يا مولانا، ايه فضل توصيل المياه للناس المحتاجه للشرب؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أولا نسأل الله رب العالمين أن يبارك في أوقاتنا، وأن يبارك في كل من يسمعنا، وأن يجعل خطواتنا وكلماتنا كلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. اللهم آمين. الماء، حضرتك ذكرتي قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. تمام. وكلمة كل في عند علماء الأصول تفيد العموم والشمول، يعني لا يوجد كائن حي على وجه الأرض إلا ويحتاج إلى الماء. الماء. ولذلك حينما تساعدي في إحياء هذه الأحياء فاعلمي بأنك تقومين بثواب عظيم جدا. وإحنا استمعنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التقرير السابق: من كثرت ذنوبه فعليه بسقيا الماء. والله سبحانه وتعالى حينما يذكر لنا أن وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني أيها المستمعون عليكم ألا تحرموا بعضكم من الماء. يعني أيها المستمعون، إن وجدت فقيرا أو وجدت محتاجا إلى الماء عليك أن تقوم بإيصاله إليه. يعني أيها المشاهدون، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المخلوقات من الماء، فلا تحرم غيرك من الماء. هذا إن كنت باستطاعتك ألا تفعل. طيب، إذا كنت تجد إنسانا في حاجة، إلى أن أقول إنسان، الله سبحانه وتعالى قال كل شيء حي، يعني إيه؟ يعني الطير والدواب والحشرات والنباتات والكل، والإنسان الله سبحانه وتعالى كرمه بهذه الميزة. فمن المفترض علينا ألا نحرم بعضنا من الماء. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقص لك مثالا يا أستاذة هالة لإنسان ماشي في الأيام الحر كده، طبعا إحنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أيامي وأيامنا ما زالت بالظبط، إنسان ماشي في الصحراء وخلاص أوشك على الهلك. أوشك على الهلك، على الموت، مش لاقي مي، يتلفت كده يمشي، يروح يلاقي سراب ويجري لغاية ما لقى بير. فنزل البير، طبعا البير مش يعني حفرة صغيرة، ده بير غويط. نزل، وحنقول كده ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بين لنا حاله وهو طالع إزاي. فنزل وشرب وحمد الله سبحانه وتعالى وأنقذه الله عز وجل من الموت. وهو ماشي شاف إيه؟ مش شاف بني آدم زيه، ده شاف كلب. إحنا طبعا الكلب بيقول حيوان نجس ولعابه نجس و شاف كلب ويلهث، يعني عمال بيطلع لسانه أعزك الله وبيلحس في التراب. فقال لقد بلغ بهذا ما كان بي، نفس الحالة اللي انت كنت فيها الكلب كده. فعمل ايه؟ فنزل البير تاني وقال على مؤاخذة البداس بتاعه وما لا مية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فمسكه بفمه عشان يطلع بإيديه. ماشي، مسك الحذاء بتاعه بفمه عشان المية وسقى الكلب. فالنتيجة ايه؟ غفر الله سبحانه وتعالى كبير له عشان سقى كلب. فإحنا لما نوصل بقى لبني أدمين، لأفضل خلق الله اللي هو الإنسان، الناس اللي احنا نعرف ان هم مش لاقين ياكلوا ولا لاقين يشربوا ولا لاقين يتوضوا ولا عارفين يعيشوا. ليه؟ لان الله سبحانه هكذا سبحانه وتعالى جعل غنيا وجعل فقير. جعل ناس مرفهه يعني هكذا الدنيا. ان الله جعل اغنياء وجعل فقراء، وجعل في اموال الاغنياء حق للفقراء. فان وجدت فقيرا معدما فاعلم بانه تقصير من الغني، وسوف يحاسبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. لما احنا نروح نلاقي ناس مش لاقيه تشرب ومش لاقيه ميه، وبنحاول نساعدهم ان احنا نجيب ميه، والميه تحتهم. يعني في الصحراء طبعا. كل القرى اللي بنصور فيها في الصحراء، في قلب، في حضن الجبل. ولكن سبحان الله، سبحان الله، الجبل الصخور اللي احنا فيها دي تحتها بحيرات مياه جوفيه، بس هم مش عارفين يطلعوها. طبعا. فلما نساعدهم، انت حضرتك لما تساعده بتحفر لهم بير تطلع الميه عشان يشربوا ويسقوا طيرهم ويسقوا حيواناتهم ويسقوا زرعهم، فدي افضل حاجه. قيس ده على ايه؟ على انسان سقى كلب. فشوف لما تعمل في قريه على بعضها. هو جمعيه سابق الخيرات عامله مبادره لانها توصل المياه للناس. مش لاقيين ما يتشرب. لا، ده في مبادره مع بعض الجمعيات الثانيه، 5000 بيت هنوصل ل 5000 بيت. دي في البدايه ان شاء الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. في فعلا من الاسبوع الجاي احنا هنبدا. وطبعا شغالين في الموضوع ده من 2007. شغالين دايما في الصعيد وفي المطروح. لكن الصعيد اهم. انا عندي، انا رحت هنا ورحت هنا. الصعيد يا استاذه هاله ناس مش لاقيين، مفيش يعني، وللاسف جنبهم النيل، جنبهم النيل، بس هم خلاص هم في حضن الجبل، يا اما في غربي يا اما في شرقي. وبنيين بيوت يعني اكواخ
بيوت بالطوب الاحمر الابيض ومفيش سقف ومفيش، فانت لما تودي لهم ميه تفحروا لهم بير، او اذا كان في بعض القرى بعيد عن الميه الحلوه بتاعت الحكومه بعيد ب 2 كيلو 3 كيلو فبنوصل لهم. وده حصل معانا يعني، خلصنا بفضل الله الاسبوع الماضي وصلنا تقريبا ب 450 متر الخط الرئيسي للقريه، وكل واحد وصلنا له، مش قادر وصلنا له غايه بيته، لان الموضوع سهل جدا. البيت بتكلف كام؟ بتكلف 3000 جنيه. يعني حضرتك ممكن تقول انا متبرع ب 10 بيوت لما تدخل ميه بدل ما الست تشيل على دماغها من هنا ومن هنا وتدخل له حنفيه واحده، ثوابها عند ربنا كبير، يستحمى ويغسل وياكل ويشرب ميه نظيفه. خلي بال حضرتك. طب مولانا على في سؤال بعد اذن حضرتك. في مثلا افرض حد توفى فاهله عايزين يعملوا له صدقه، نعم، ممكن يوصلوا الميه تبقى ثواب بالنسبه له بعد ما توفى؟ بعد ما توفى هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لنا في حديث الكل يعرفه، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. ايوه، انا مت دخلت القبر خلاص ماليش عمل، مش هصلي مش هعمل ليه؟ لان خلاص الكتاب ده. لكن في ثلاث حاجات شغالين ليوم القيامه، تمام. ولذلك لما اجي ابص الاقي حسناتي انا ما عملتهاش اقول لك دي الصدقه الجاريه اللي ابنك عملها. أيوة. دي الدعاء اللي ابنك عمله، دي العلم اللي انت سبته. فمن افضل الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه احد الصحابه سيدنا سعد بن عباده، يا رسول الله ان امي ماتت، وده الموضوع ان امي ماتت افتصدق عنها؟ قال تصدق، ومش قال خد يعني بعضه خلاص، قال يا رسول الله واي الصدقات افضل؟ لو عايز يعمل احسن حاجه لامه. فقال صلى الله عليه وسلم سقيا الماء، افضل صدقه سقيا الماء، فدي صدقات جاريه. أيوة. فيجوز طبعا، والعلماء مجمعون على كده، على ان من افضل الصدقات من اخذوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقات سقيا الماء. وسقيا الماء في وقت الشده، في وقت الحاجه، في وقت لما القريه على بعضها او منطقه على بعضها ما فيهاش ميه، هي مش محتاجين بقى اكل، لان ممكن لما مؤاخذه هيجيب اي حاجه ياكلها، لكن عايز يشرب بيمشي ب 2 كيلو 3 كيلو عشان يجيب ميه، ما عندوش يجيب ميه معدنيه، مفيش الرفاهيه دي. أيوة. فلما نعمل له بير او نوصل له الماسوره زي ما احنا بنعمل للبلاد القريبه من الخط الرئيسي، فدي افضل حاجه تنفع الميت. طب توصيل الميه لاي بيت بالعداد، نعم، تتكلف حوالي كام؟ زي ما حضرتك قلت 3000 جنيه، لان الجمعيه فاستبوا الخيرات مع عامله بروتوكول مع بعض المحافظات. أيوة. ان احنا بيجيبوا الكشف بنعلم 1 2 3 4 بيساعدوا له هم في كده. فتوصيل الميه الخط للبيت طبعا مش من الخط الرئيسي، احنا الخط الرئيسي بيوصل قدام البيت، من البيت لجوه بالعداد 3000 جنيه يعني ولا حاجه، معلش يعني، لكن هم مش لاقيين 3000 مليم. ما هو الناس لما تشوف الحاله، احنا يعني دايما بقول لك ايه، ليس من راى كمن سمع، اكيد احنا لفينا البلاد دي كلها، وانا كنا الاسبوع اللي فات يعني سبحان الله تشوف الحاجه يعني تشكر الله سبحانه وتعالى النعمه اللي انت فيها. هل ثواب الصدقات بيبقى في الاخره بس يا مولانا؟ في الاخره وفي الدنيا. لان يعني اتكلمنا على الصدقات بوجه عام، احنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لكم حصنوا اموالكم بالزكاه، حافظ كده على اموالك كده، مش بيقول لك حصن نفسك بالمعاذتين وقل والله احد من الشيطان. أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم عايز فلوسك ربنا يبارك فيها كده، طلع زكاتها، وايه؟ وداوي مرضاكم بالصدقه. المرضى في الدنيا ولا في الاخره؟ في الدنيا. المرضى في الدنيا. وكم راينا من حالات عجز الاطباء عن وجود حل لها، صحيح، امثله كتيره جدا بفضل الله في الواقع وشفناها، صحيح، مجرد ما يتصدق. لكن يتصدق نيه ايه؟ ان انا طلعت، لا، يتصدق يا ربي الصدقه دي بنيه شفاء مريضي. دايما كده، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. فواحد يقول انا صدقت يا مولانا كتير، وامي زي ما هي العيا هو المرض هو انا صدقت وبنتي. صدق يا اخي الكريم وانت مصدق نيتك كده، ان يا رب دي الصدقه دي البير اللي انا بحفره او الوصل اللي انا بدخله بنيه شفاء مريضي. واخلص نيتك لله سبحانه وتعالى، واتحداك لو لم يشفى مريضك ايا كان مرضه، لان الاطباء بيحتاروا في امراض كثيره لكن علاجها عند الله. عند الله سبحانه الذي وتعالى. الله قال ايه؟ طبعا. سيدنا ابراهيم سبحانه وتعالى يعني قال طبعا. لما تكلم مع المشركين وقالوا قال عن الله سبحانه وتعالى، قال الذي اطعمني، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فايه؟ فهو يشفين. فالله الذي امرضك هو الذي سيشفيك. لكن إن بنية إنه يشفي، إن أخلصت النية لله طبعا، الله سبحانه وتعالى مش منظرة أحضر. مش منظرة، لأن المنظرة الله عليها يعني بالزبط. المنظرة دي الله بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، الأعمال بينك، لأن الله الذي قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور طبعا، قبل ما أفكر في حاجة الله سبحانه وتعالى عاملها طبعا. فإحنا الله سبحانه وتعالى رزقنا وأعطانا وأمرنا أن ننفق، وأمرنا أن نتصدق، وأمرنا الله سبحانه وتعالى،
وسيكافئنا. قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآيات كثيرة. قال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله. ربنا في احتياج ان القرض ياخد منك سلف. أيوة. في احتياج. احتياج انك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. ربنا قال مش هيدي له قده، ده قال هيضاعف. وطبعا اخواننا بتوع الرياضيات يعرفوا أكيد. ان المضاعفه الواحد بيبقى 2 2 4 4 8 8 16 في لحظه تلاقي الدنيا زادت معاك في الدنيا. ايوه على الاخره ايضا ان شاء الله. طب نشوف تقرير وانجاز من انجازات الجمعيه. اتفضلي. طب ازاي انا اختار محل ثقه؟ يعني مثلا جمعيه محل ثقه ان هتوصل صداقتي في سقي الماء لاي مكان ما. هو طبعا مش عايزين يعني نتكلم في زمن حد، لكن الجمعيه بتبقى يعني بتتكلم عن نفسها. ايوه. انت لما تتعاملي معايا مره واثنين وثلاثه وعرفت صدقي خلاص هتبقى محل ثقه. لكن طبعاً. لما تتعاملي معايا واطلع نصاب خلاص انت مش. أيوة. فبفضل الله سبحانه وتعالى. بس هتبقى نيتي ان انا ان انت خلصتي نيتي لله سبحانه وتعالى. ايوه. طلعت انا نصاب خلاص انا بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. لكن الجمعيه في استبق الخيرات شغاله من 2007 وبفضل الله سبحانه وتعالى معروفه ومسمعه. واحنا بنروح دايما على الطبيعه ونقول لك يا استاذه هاله عايزه تتبرعي، عايزه تيجي تشوفي الوضع على الطبيعه اتفضلي، عايزه تكفلي انت بالعيله دي ودي اتفضلي، يعني ايه الدنيا لان الامر ده بين الانسان وبين ربنا سبحانه وتعالى. ايوه. فالله سبحانه وتعالى سوف يسالنا عن كل كلمه نقولها. ايوه. وسيسالك عن هل تحريتي ايضا وانت بتدفعي ولا لا؟ ولذلك انا ما ينفعش اجي في الشارع واحد يقول لي اديني لله اقول له خد لله، لا، لازم اعرف الاول بالذات الزكاه. الزكاه لابد تحري رايحه فين. ايوه. خلي بحضرتك فاذا كان في ثقه بينك وبين الجمعيه ايا كانت الجمعيه وعارفه ظروفها وشايفاها وتعاملت معاها مره واثنين وثلاثه فطبعا هي دي الايه مش اي حد نديله. والله يا مولانا انا استمتعت بالقعده مع حضرتك وكلام حضرتك الجميل اللي دايما بيفتح لنا فعلا يعني ممكن حاجات كتيره قوي بتبقى تايهه عن الانسان وهي بتبقى حاجات بسيطه قوي. نعم. بس بفضل كلام حضرتك طبعا يعني اتنورنا ان احنا نروح على الطريق ربنا الصح. ربنا ينفع بينا يا رب العالمين. واحنا يعني مطالبون ان شاء الله ان نتصدق، مطالبون ان نخرج ما اعطانا الله سبحانه وتعالى، مطالب انك تنظر دايما لمن اقل منك. اكيد. وتعرف نعم الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال ايه، نختم بذلك: ولئن شكرتم لأزيدن. اشكر اذا اقول الحمد لله، لا اشكر ان انا اطلع الفرض اللي ربنا، انا مش عايز اطلع اكتر من اللي ربنا فرض عليك. ايوه. ربنا فرض عليك ونختم بكده ربع العشر، يعني معاكي 1000 طلع منه 25 وخلي لك انت 975 جنيه. ال 25 ولا حاجه، لكن أيوة. الشيطان دايما هو كما قال الله سبحانه وتعالى: أيوة. الشيطان يعدكم الفقر. والله سبحانه وتعالى هو الذي امرنا ان ننفق. نسال الله رب العالمين ان يختم لنا بخير وان يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، انه على كل شيء قدير. جزاك الله خير يا استاذ هاله. ربنا يخليك يا فندم، شرفتنا وانستنا. الله يخليك. دلوقتي فاصل ونروح بقى لفقرتنا الجايه نشوف فيها ايه. نجاح اي حاله مش ان انا يعني خسيت قد ايه، لا، انما قدرت احافظ على الوزن اللي وصلت له قد ايه.
في بتبقى حاجة صعبة ان انا اخس، حاجة صعبة مش سهلة، لكن الصعب ان انا افضل محافظة على جسمي وعلى الوزن اللي انا وصلت له، وده بقى ايه اللي هيحدد نجاحي او فشلي في التخسيس. طب ازاي كده لوحدي؟ لا طبعا لازم اخس بشكل صحي، يعني وانا قاعد في البيت مثلا احافظ على الوزن اللي وصلت له من غير بقى ما ارجع اتخن تاني والطم على خدودي واقول ايه ده رجعت تخينه تاني. واحلى حاجه في الموضوع طبعا ده وانت قاعد في البيت كده، وطبعا لما نتكلم عن التخسيس اونلاين يبقى لازم يكون معانا خبير التغذيه من اهم خبراء التغذيه في مصر، وطبعا عرفتوا مين اللي معايا النهارده، استاذه نهال حافظ اخصائيه التغذيه العلاجيه والحاصله على ماجستير التغذيه العلاجيه من الجامعه الامريكيه. اهلا بحضرتك يا استاذه نهال. ازي حضرتك عامله ايه؟ وحشتينا من المره اللي فاتت. ربنا يخليك. حضرتك جايبه موديل معاكي؟ حسن. ربنا يخليك. مساء الخير. مساء النور يا فندم. طبعا حضرتك سمعتيني اقول ايه؟ انا خسيت. طيب احافظ بقى على خساساني ده ازاي؟ ما هو دي بقى النقطه. ناس كتير قوي بتخس، او اكتر سؤال بيجي لي على السوشيال ميديا هو هل بعد ما اخس هرجع في الوزن تاني؟ اصل انا خايفه، اصل انا استخدمت النظام الفلاني او استخدمت المنتج الفلاني وبعد ما خسيت 10 20 كيلو رجعت في الوزن تاني. احنا الحمد لله النهارده جايبين حسن من الحالات اللي خست معانا 35 كيلو. مش بس خس معانا 35 كيلو، حسن بقاله اكتر من 9 شهور حاليا مثبت معانا. يا قلبك انا اجي بقى عند التثبيت ده واتراجع اقول يا جماعه مش لعبه. بس برافو عليك يا حسن والله. يعني انت كنت بتلعب رياضه قبل كده ولا ما كنتش؟ رياضه ان شاء الله، يعني في الفتره بعد ما خلصت الكورس، بعد لما خسيت 25 كيلو، لان انا اول شهر خسيت 10 كيلو وتاني شهر خسيت 8 والتالت خسيت 7. فبعد كده بقى حاولت طبعا انا اخسيت وزن كبير جدا. فانا طبعاً. وطبعا في حاجه اتشالت من على جسمي طبعا. أيوه. اكني في كتل رمت. فطبعا حبيت ارجع للي انا كنت بلعب رياضه، بلعب كوره، فحبيت بقى ارجع طبعا تاني ونزلت الجيم. فكان يعني مستواي كان اتحسن طبعا بعد المشوار الطويل ده. طب نهال قولي لي ازاي انت بتقدري تخسسي الناس بيفضلوا محافظين على وزنهم في التثبيت؟ يعني حسب بتقولي بقى له 5 اشهر اكتر كمان 9 اشهر. هو اصلا حسن طلع معانا قبل كده في شهر 3 اللي فات، لو دخلنا على اليوتيوب هنلاقي حاله ليه. هو من شهر 3 لشهر 9 هو لحد دلوقتي مثبت، وكان اصلا مثبت قبليها بشهرين كمان، يعني هنقول من شهر 1 لشهر 9. طيب ازاي بنثبت؟ احنا في اون تارجت فارما او في منظومه اون تارجت فارما بنعمل ايه؟ احنا في منظومه اون تارجت فارما مش مجرد بديك كورس تخسيس، لا انا بديك نظام، ونظام بنغيره كل اسبوع. دي صورتك يا حسن، انا اسفه. ايوه بالظبط. والله كالبوس كنت احلى يا حسن. كنت في الجامعه. لا دلوقتي برافو عليك. طبعا طبعا طبعا. 115 كيلو. 115 كان 115 بقى دلوقتي 80. ده هايل. وبالنسبه للراجل 80 مش كتير. لا لان هو كمان مناسب لطوله. هو الوزن المثالي انا طولي 180 سنتي، ف لازم تبقى 80. مع اون تارجت نوصل للتارجت اللي احنا عاوزينه. يا سلام، بتقدري تتحكمي فيهم بزراير، انت غريبه قوي. لا والله بالعكس، احنا لما بنبدا معاهم اول حاجه بنديهم كده باور، وبشوف الحاله دي، وبعد كده برشح لها كورس، ولازم اديها معاها نظام غذائي وبغيره كل اسبوع. انا بعودها في الفتره عشان ما يملش فيها الكورس، عشان ما يملش. وعشان كده كده انا محتاج اكل، انا كده كده الكورس بيحسسني بالشبع. طبعا. بس لازم ادخل جسمي اكل وبكميات قليله وبتبقى كميات صحيه كمان. فان انت تهيئي نفسيا ويبدا اسبوع بعد اسبوع تغيري له النظام وتشوفي كمان اللي يقدر يمشي عليه بعد كده. هو انا مش حرمان. انا لازم اعرف، ما ينفعش مثلا حد ما بيحبش يشرب الشاي الاخضر اقول له اشربه عشان بنخس دلوقتي، لو ما بيحبوهوش مش هخليه يشربه. بخليه دايما بقى السكر، اللي بيحب الشوكولاته السكر الدايت. على فكره الشوكولات فيه شوكولات دارك، الشوكولاته الخام، وعلى فكره هي تعود. لو اتعودت على طعمها بنبدا الاول عشان بحبها جدا، وانا بحبها جدا وبتحسن لي المود. وفي نفس الوقت سعراتها قليله. وبيبقى ليها نسب، يعني الشوكولاته الخام دي بيبقى فيه نوع بيبقى ليه نسب معينه وبتفضلي تزودي 90% و75 والحاجات دي. فانا ببدا بال 70 وببدا اعلي واحده واحده. ايوه. هو الموضوع اول حاجه موضوع اراده، لازم تبقي متابعه مع خبير تغذيه علاجيه. طبعا ده لازم. لازم عشان ما يحصلكيش في النص ثبات في الوزن. بنسمع كتير قوي بنخس 10 و20 كيلو يقول لك انا وزني ثابت ومش عارفه انزل تاني.
فلازم يبقى في متابعه عشان في بلان بتتعمل على اللونج تيرم عشان ما تزهقيش. انا كل اسبوع بغير النظام وكل شهر ساعات بمشي بنظام السعرات وساعات بنظام الهرمونات، فلازم يبقى في تغيير. ايوه حتى الرياضه مش لازم اجبر حد انه يعمل رياضه. يعني انا في ناس بعد شهر او بعد 3 شهور قلت له ايه رايك لو نلعب رياضه وانت لسه صغير، والرياضه هتنشط هتبقى انت اكتف وهتبقى والله ولا حتى أحلى. كبار يعني لو حتى مشيوا انا ساعات الستات بصراحه بقول لهم على موضوع الرقص يعني حتى كتحسين مود بعيد عن هو الرياضه مش بتخسس، هي بتحسن مود وبتخليكي اكتف وبترسم الجسم طبعا مع طبعا الكورس الاناسيليوم او اي كورس احنا بنرشحه له. طب قولي لي اسهل لك تخسسي الرجاله ولا الستات؟ بصي المفروض ان الراجل اسهل من الست عشان الكتل العضليه بتاعته اقوى فالحرق بتاعه اعلى، لكن انا عندي الستات بيبقوا ملتزمين وعندهم اراده اكتر لان بيبقى عندهم سبب قوي ان هم عاوزين يخسوا، يا اما بقى بتبقى عاوزه تخس عشان تقدر تخدم عيالها، يا اما بيبقى عندها خشونه، يا اما بتبقى عاوزه تخلف، يا اما بتبقى نفسها تتخطب ومش مفيش مقاسات جايه عليها، يا اما لازم تبقى عندها سبب وبتبقى سبب قوي، فبيبقى عندها اراده ان هي تمشي على الكورس مع النظام اللي انا بقوله لها. انما الراجل ساعات بيقول لي ايه اصلا النهارده في الشغل طول اليوم مش عارفه اكل ايه، بيبقى صعب اقناعه. الست بتبقى سهل ان انت تتعاملي معاها. لا الست ممكن تاخد معاها خضار وحاجات خيار وطماطم وخس وكده، لكن الراجل لا بيبقى متعب في الحته دي قوي في الالتزام، تبقي محتاجه ان انت تبقي وراه. انما الست تلاقيها بتحب الرغي معاكي بالليل وتحب تقعد تتكلم يا دكتور انا عملت كذا وعملت كذا. بيبقى عندك وقت؟ بصي احنا فريق طبي متكامل، بس انا بتابع الحالات اللي انا بكلمها على الواتساب. احنا عندنا التواصل عن طريق صفحه اون تارجت فارما او صفحه خبيره التغذيه نهال حافظ او الانستجرام او من خلال الارقام اللي على الشاشه او من خلال الواتساب. انا لما بتابع مع حد على الواتساب انا بكمل معاه لحد الاخر. دي البيج بتاعتك؟ دي اون تارجت فارما، دي صفحه الشركه، وفي بتاعه خبيره التغذيه نهال حافظ، وبيبقى فيه كمان على الانستجرام. الواتساب برضو من الحاجات اللي انا طبعا بيبقى سهل التعامل اكتر. انا الحاله طبعا اللي انا بكلمها لو انا حد من الفريق الطبي اتكلم مع حاله بيكمل معاها للاخر. انا كلمت الحاله يبقى انا لازم اتابع معاها للاخر، لان انا عارفه الهيستوري بتاعها. أكيد. عارفه هي بتحب ايه وبتحب تاكل ايه ونظام حياتها ازاي، فبيبقى انا اسهل واحده ان انا اتعامل معاها وتبقى هي اتعودت عليا وانا اتعودت عليها. يوم فري ولا حاجه؟ عاوز اقول لك على حاجه، انا عندي حالات في الاول بقول لهم خدوا يوم فري. يوم في الاسبوع على فكره ده اوحش حاجه. ده انت بتربطي نفسك بالاكل عاطفيا، بتقعدي مستنيه اليوم الفري وتقعدي تخططي انا هاكل فيه ايه طول الاسبوع. ست ايام انا قاعده بفكر. طب والله طب انا عايزه اقول لك على حاجه، انا في يوم الفري كنت اكل ايه؟ جيب عيش بلدي اللي هو المقمر شويه ده وجبنه بيضه. والله العظيم ما باكل غيرهم. طب اقول لك على حاجه، انا بحط الجبنه البيضه في الدايت وبحط العيش في الدايت، لان انا عندي ناس بيبقى عندهم كده. تبقي سكر حبيبتي. انا بحب اغمس قصدي بصراحه. ايوه في ناس بيبقى عندهم السكر فصعب انك تمنعيهم طبعا عن الاكل، فبيبقوا محتاجين العيش. حتى انا واحده بتقول لي يا دكتور هو النظام بتاعك اول اسبوع فيه رغيف ونص. ازاي رغيف ونص؟ قلت لها يا حبيبتي احنا ماشيين بالتدريج، مش هقدر اخبطك مره واحده. صحيح. انك تمنعي كل حاجه هتتعبي. طب هل صحيح الواحد لازم ياكل مثلا 5-6 مرات في اليوم؟ بصي احنا التغذيه العلاجيه كل مدى بيبقى فيها. زمان كنا بنقول لازم ناكل 5-6 مرات في اليوم. دلوقتي ظاهر نظام الهرمونات اللي هو بتاع السمنة المتقطع، بتاكلي 3 مرات او مرتين في اليوم وبتخسي حلو جدا. فكل حاله على حسب انا مقدرتي ايه. أيوة. انا حاله بقدر، انا ممكن ما اقدرش اعمل نظام الهرمونات، نظام السمنة المتقطع مع الكورس، في حاله بتقدر. بس عموما الكورس الاناسيليوم او اي كورس تاني بيحسسك بالشبع، فبيخليك تقدري تمشي على اي نظام انا بعمله لك. بس ده ما بيشتغلش على المخ ولا لا حاجة. ده بيشتغل ازاي؟ السيليوم هوسك او ماده السيليوم هي الماده رقم واحد في قفل الشهيه، هي بتنزل في المعده بتعمل بالك، بتعمل بلبادي كده بتنفش زي السبونج كده. صح. فبتخلينا ناكل تلت حجم المعده بس، بدل ما اعمل تكميم ولا اعمل مش عارفه. عاوز اقول لك على حاجه، انا عندي حالات كتير عامله عمليات ونحت، انت لازم تبطلي اكل. انا ممكن اعمل نحت وارجع اكل تاني. طبعا. انا بديكي الكورس الاناسيليوم مستو ايه، ان انا الاناسيليوم ماده السيليوم هوسك دي مع اللونج تيرم مع الاستخدام شهر واثنين وثلاثه واربعه على حسب الحاله عاوزه تخس كام كيلو.
بتبدا تصغر حجم المعده، فبتبدا ترجع حجم المعده لحجمها الطبيعي. يعني انت كنت بتاكل دلوقتي زي الاول؟ لا طبعا، لا طبعا، انا كنت باكل الاول كميات كبيره. انت كنت شغال هوفر بقى. والسبب اللي انا اتخنت كده الثانويه عامه بقى، حضرتك انت عارفه الثانويه عامه بقى قاعد وعمالين يغزوك. اه طبعا، سندوتشات بقى ومحشي بقى وكده والكلام ده. واكلي بقى طبعا بغزاره. فطبعا زدت اول دخولي الكليه، طبعا طلعت من الثانويه عامه 115 كيلو. طب وقول لي اصحابك بقى، كان التنمر والتريقه اخبارها ايه؟ التنمر دي كانت حاجه فظيعه بصراحه. يا يعني تختوخه يا كلبوزه يا بتاعي. لا مش تختوخه كلبوزه، يرد على كده. كان يقول لك رجلك دي عامله زي صبات الشاورما. كان في صوره كده، كان حد من صحابي شافها يقول لك رجلك عامله زي صبات الشاورما، واحده لحمه واحده فراخ. طب لما مين اللي قال لك بقى ودلك على الاستاذه نهال؟ انا شفتهم عن طريق الفيسبوك. دخلت اتواصلت معاهم، والدكتوره نهال ردت عليا على طول. وعلى فكره الدكتوره نهال على طول بترد يعني، وعلى طول معايا يعني. ده حظك بقى. نحس ان احنا اهل. نحس ان احنا اهل واصحاب يعني. ايوه، هي لازم تطبطب عليك علشان تقنعك باللي هي عايزاه. هو بصراحه انا حسيت ان هي الموضوع صحوبيه يعني، خلاص يعني بقيت احنا اصحاب، وهي عارفه مصلحتي فين بالظبط، وانا برضو خدت خلاص الريسك، خلاص انا هعمله. وانا ان شاء الله هوصل لحاجه معينه، وفعلا وصلت لها بعد فتره كده معينه. ما شاء الله. طب اللي بتشوفه بقى تخين ولا بتاع، لازم بتقول له يا جماعه لازم تروحوا وتعملوا؟ بنصحه طبعا، بنصحه بالحاجه اللي انا طبعا يعني مريت بيها. وطبعا بنصحه بالمنتج نفسه، لان انا جربت حاجات قبل كده يعني، منتجات تانية كانت بتعصبك وبتاع. نوم، عصبيه، قولون، الكلام ده. فكانت بتشتغل معايا بشكل عكسي خالص يعني تماما. يعني انا سيليان بقى حلاوته ان هو كان الياف، كان بيحسسني ان هو بالشبع. بيحسسني بالشبع. لكن بتاكل كل حاجه لكن بكميات قليله. بالظبط كده، بالتنسيق مع دكتوره نهال. ما كانتش بتحرمني من حاجه، بس كل حاجه انا باكلها. بس واضح ان انت خايف منها قوي. لا طبعا خالص، انا بقول الموضوع اصلا صحاب والله. لا انا بقول لك. لا هي رقيقه جدا لدرجه كنت بطبطب. لا الطبطبه معايا. لازم لقيت الطبطبه هنا خلاص كده. بالظبط كده. لا انا بحب اصاحب العمله جدا، بحب المريض السمنه او العميل، ما بحبش اقول عليه مريض، بس يعني هو مرض فعلا. هو مرض طبعا. لازم نتعالج منه عشان صحتنا. بحب يبقى فيه كده يعني روح يعني صحوبيه، عشان تيجي الحاله تيجي تحكي لي كل حاجه انا عملتها في اليوم، وبالذات الاطفال. الاطفال لسه بسألك بقى السؤال ده، تتعاملي مع الاطفال ازاي؟ بصي الاطفال هي مامتها بتبقى مش عارفه تسيطر عليها. فبتجيلي، بس مشكله الطفل ان هو ساعات بيخبي بيخاف. يعني كان عندي حاله خست حلوه قوي، جت في النص تخنت 5 كيلو. فقلت انت بتبقى كنتي ماشيه على النظام؟ ايوه والله يا دكتور ماشيه. وكان عندها الثين متأكدة. قالت لي والله العظيم ماشية يا دكتور. قلت لها ما اعرفش ليه يا هاجر حاسه ان انت يعني في حاجه لخبطتي. بيقول لك، قالت لي اقول لك على حاجه يا دكتور، يعني ما تزعقليش ولا كده. قلت لها قولي يا حبيبتي. قالت لي انا اخواتي جابوا لي شوكولاته وشيبسيات وحطها تحت المخد، وكل شويه اروح اكل يا كل شويه اروح. صعبت بقى عليا. قلت لها يا حبيبتي مش انت كنتي مبسوطه وخسه وشكلك حلو؟ قالت لي والله كنت مبسوطه قوي. قلت لها يلا بقى نرجع. فالاطفال بتبقي محتاجه تصاحبيهم قوي، ومحتاجه تخلي لهم هدف. يعني انا لو خسيت كذا هجيب لك هديه، لو عملت كذا هطلعك مثلا معايا. يبقى في ثواب وعقاب. لازم وتبقى الموضوع بحنيه، يعني الموضوع ما يبقاش زعيم، مش بالشبشب. لا، لان انا لو هي خافت مني مش هتيجي تحكي لي. اكيد طبعا. فانا لازم اصاحبها قوي، لان السن ده كمان ممكن يكذب، ممكن يعمل عكس المطلوب منه. ودي الصفحه بتاعت حضرتك؟ دي صفحه خبيره التغذيه نهال حافظ. زي القمر يا نهال والله. شفت اللون الفوشيا حلو ازاي؟ حلو قوي، ميرسي يا نهال. قلت لك اول ما شفتك. طيب وانتي سهل الاتصال بيكي يعني؟ عادي. احنا على الاون تارجت، على الصفحات، على الانستجرام، على الارقام اللي بتظهر على الشاشه، على الواتساب. طبعا بيبقوا رغيين اكتر من الرجاله في لا الرجاله اللي هو اخد ايه واعمل ايه وبسرعه، ما عندهوش وقت ان هو يقعد يرغي. لكن الست عاوزه كل يوم تقعد تحكي هي عملت ايه يوميا. وساعات فيها حاجات يعني، انا كنت شفت واحده بتقول والله يا دكتور انا ماشي على النظام اللي انت مديهولي بالظبط، يعني باكل الاكل بتاعي العادي وماشي على النظام ده. يعني هي فاكره ان النظام ده لما تمشي عليه هو ده اللي هيخسسها، لكن لا. تاكل لا زي ما عايزه. فطبعا
لازم الحاجة التنسيق. لازم حاجة التنسيق ولازم تسألني في كل حاجة ولازم تاخد الكورس بجرعات معينة. احنا عندنا كورسات كتير، كورس مكثف، كورس الأناسيليوم، ممكن يعني عندنا كورسات كتير على حسب الحال، عنده غدة، عنده نقص فيتامين دي. مش كل واحد زي التاني. لا، في ناس عندها غدة درقية، في ناس عندها نقص فيتامين دي، الست غير الراجل، الطفل غير بتطلبي تحاليل المراهق. ساعات وساعات على حسب الحالة. ساعات بطلب بصراحة وساعات لا، بس دايما بطلب امتى؟ ما تكون الحالة بقالها فترة مش بتخس. فعايزه تعرفي ايه السر يعني؟ السر فلازم اطلب منها بقى تحليل غده درقيه، تحليل فيتامين دي. عشان انا مش مهم تاخدي الكورس بس، انا المهم انك تخسي، عشان انت لما تخسي تدعي لي دعوه حلوه طبعا. تجيبي لي ناس تانية كتير. انا عندي يعني كل عميل عندي بلاقي مثلا عميله خست، انا بلاقي العماره كلها جايه بعديه. خلاص بتبقى حاجه، بالذات الستات ثقة. بيحبوا يتكلموا، فاقول ايه ده انت خسيتي ازاي؟ انا خسيت مع دكتور. طب ما تقوليش بقى علشان الحسد. بيخافوا قوي من الحسد اللي بيخسوا جدا. يعني تقولي بصي يا دكتور انا 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 هديكي انا قلت الكذا وكذا، بس والنبي ما تقولهمش خسيت ازاي ولا خدت ايه. هما بيبقوا خايفين قوي يعني، بالذات في ستات كده معينه بتبقى خايفه من الحسد. حسن ولا فرقت معاك؟ لا لا طبعا، انا خدت وضعي بعد كده بقى. كانوا بيتريقوا عليا. انا بعد كده خدت بيتريقوا عليا، انا عملت ايه؟ انت عملت ازاي؟ هو السن ده طبعا ما شاء الله، ما شاء هو السن ده بيبقى بتاع التريق، يعني بيبقى فيه تريقه كتير وبيأثر طبعاً نفسيا اكتر من اي حاجه، بالذات في الشباب. فعلا الشباب برضو ما فيش رحمه. بس والله العظيم انا بحييك يا حسن بجد، لانه الشباب ما تقدريش بقى تقولي رجيم ايه وبتاع ايه. يا عم انا عايز اكل سندوتش كبده، سندوتش سجق، الحاجات دي الغريبه دي. لا هو كان في الاول بياكل كميات رهيبه، انا ما كنتش دلوقتي مصدق. في البيت عندك مبسوطين؟ انا تواصلت مع الدكتوره نهال، انا قلت لها انا عايز اكمل على الاناسيليوم عشان اثبت، لان انا نفسي هدوم يعني، انا عمري ما كنت اتخيل انا سمول ميديم، انا كنت بلبس 3 اكس و2 اكس ويعني حاجات رهيبه. فانا يعني عمري ما افكر ان انا ارجع تاني للمنظر ده طبعا. لا ربنا يعني يديمه عليك يا رب، الله اكبر عليك ما شاء الله ولا قوه الا بالله. انا بشكرك جدا جدا يا نهال على النصايح الجميله الغاليه دي، وبشكرك طبعا يا حسن ان انت جيت وشرفتنا ونورتنا، لان انت نموذج فعلا للشباب. انا بقول لكل الشباب اللي متختخين وقاعزين كده مطرخين، لا شوفوا حسن. العفو يا شوال، عشان عندنا احجام كبيره شويه. ودي كانت حلقه هاله خاصه على قناه النهار النهارده، وحلقتنا خلصت، بس حبي ليكوا لسه ما خلصش، وكلامي معاكوا لسه في اوله، وبالحب هنكمل. نتقابل في نهار جديد في الحلقه الجايه على قناه النهار. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.